على الرغم من كلام الوزير الروسي فإن بلاده ولأكثر من عقد تعمل على ابتكار وتقديم إضافات جديدة لمنظومتها العسكرية برا وبحرا وجوا، ازدادت تدريجيا بعد خروجها من اتفاقية نيو ستارت للحد من التسلح. منذ انتهاء معاهدة نيو ستارت، شرعت روسيا في تحديث شامل لنظامها الدفاعي ضد الصواريخ الباليستية، إذ يفترض أن يكون الهدف من ذلك إضافة مراحل أخرى لبنية النظام. سلاح الجو الروسي يعتبر ثاني أقوى سلاح جوي عالميا بعد الولايات المتحدة وفق بيانات موقع جلوبال فاير باور لعام 2021 المختص برصد القدرات العسكرية للدول. تملك روسيا العديد من المقاتلات الحديثة والتي تتمتع أيضا بقدرات تخف عن شاشات الرادار، منها مقاتلات سو-57 الحديثة ومقاتلات سو-35 والمقاتلة T-50، بالإضافة إلى طروز متنوعة ومختلفة. يصلح للخدمة العسكرية في روسيا 47 مليون شخص، يخدم منهم حاليا أكثر من مليون جندي، وإلى جانب المليون جندي روسي يمتلك الجيش الروسي قوات احتياطية يبلغ تعدادها 2.5 مليون فرد، ويضم الجيش الروسي أكثر من 47 ألف مركبة برية، بينها ما يزيد عن 12 ألف دبابة تضع روسيا في المرتبة الأولى كأضخم قوة دبابات في العالم. يحمي سماء روسيا الاتحادية أكثر من 4000 طائرة حربية، منها 873 مقاتلة وأكثر من 700 طائرة هجومية، وعلى امتداد الشواطئ الروسية تقبع 600 قطعة بحرية يغوص منها في الأعماق 62 غواصة تحمل بعضها قوة نووية ضاربة. وتمتلك روسيا الاتحادية ترسانة نووية هي الأكبر في العالم بمجموع 7300 قنبلة ذرية، لتساوي بذلك نصف أسلحة العالم النووية وفق موقع Arms Control. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من بروكسل السيد يوسف عبد القادر، الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية. سيد عبد القادر، من المنظار الأوروبي إذا ما أردنا نعلق على هذا الحادث، اعتراض الروس لطائرة ألمانية من نوع الطيفون وتصريحات سيرغي لافروف أيضا، ماذا يمكن أن نقول؟ طبعا معروف جدا ان العلاقات الاوروبيه الروسيه في الفتره الاخيره او في الفتره الحاليه بمعنى اصح تشهد أسوأ تدهور منذ الحرب العالميه الحرب البارده. لذلك يعني هذا الشيء مش مستغرب، يعني بعد كل المناورات الاوروبيه اللي بتتم في اوكرانيا وكل الدعم الاوروبي لاوكرانيا ضد العناصر المعارضه للحكومه الاوكرانيه المدعومه من روسيا، طبعا كل الحاجات دي هي اللي بتحقق اكثر المشاكل وتفاقم سوء وتدهور العلاقات الروسيه الاوروبيه. واعتقد طبعا بعد اعتراض الطائره الالمانيه ستزيد سوءا اكثر، لان طبعا اوروبا اذا كانت تنتظر من روسيا اي تحسن في العلاقات كما قال الرئيس ماكرون والرئيس بوتين ان هيحاولوا بقدر الامكان يكون في تحسين في العلاقات الاوروبيه الروسيه من ناحيه الامن السيبراني، كل هذه الاشياء مكافحه الارهاب حمايه البيئه كلها ملفات يجب العمل عليها للتقارب في العلاقات. ولكن اعتقد بعد اعتراض هذه الطائره الالمانيه ستزيد العلاقات في اساءه اكثر. نعم. إذا ما عدنا إلى تصريحات سيرغي لافروف أيضا، هل فهم يعيد إلى حقبة الحرب الباردة وسباق التسلح رغم نفيه لرغبة بلاده في ذلك ورفضه التام مثل ما قال أن يدفعنا الغير إلى خيار العزلة أو خيار سباق تسلح جديد؟ كيف تفهم أنت مثل هذه التصريحات؟ هي طبعا تعتبر تصريحات باين فيها التهديد جدا بسبب ان هو يتحدث عن التسليح وسباق التسلح، كل هذا هو ما هو تهديدات، لكن هذا الشيء اوروبا تعودت عليه مع روسيا.
لان الحرب البارده مع روسيا ليست من عقد او اثنين، بل هي اكثر من ذلك بكثير، واوروبا تعلم جيدا كل الاهداف الروسيه وكل طموحاتها التي تبحث عنها، وايضا اوروبا لها طموحات ايضا مع العلاقات الروسيه، ولكن لن تسمح اوروبا باي تدخل في اي دوله اوروبيه مهما كانت. إذا أردنا أن نقرأ في آفاق ربما هذه العلاقة التي تجمعها المصالح أيضا أستاذ عبد القادر ما بين ألمانيا وروسيا، هل ممكن لمنطق المصالح أن يتغلب في النهاية، أم هذا الاحتكاك السياسي وحتى العسكري مؤخرا قد يسود أكثر؟ أقصد نورد ستريم 2 وكل المصالح. نعم، في مثل معروف المصالح تتصالح، يعني طبعا معروف ان طبعا اي دوله بتدور على مصالحها، خاصه السيده رئيسه الوزراء الالمانيه حاولت بقدر الامكان في تحسين العلاقات ايضا، كما فعل الرئيس الفرنسي وكما فعل رئيس المجلس الاوروبي السيد ميشيل، يعني شارل ميشيل. يعني أوروبا تحاول بقدر الإمكان تحسين العلاقات للحصول على أكبر قدر من المصالح المشتركة، لكن كما هناك أعضاء في الاتحاد الأوروبي يفضلون الحلول الوسطى أو التصالح بمعنى أصح، هناك أيضا أعضاء أيضا في الاتحاد الأوروبي يصممون على الوصول لحل صارم. مثلا إذا تحدثنا عن هولندا، هولندا من أكثر الدول التي تطالب بحل صارم في العلاقات الأوروبية الروسية. نعم، هل صدر من تعليق ألماني أو أوروبي على تصريحات سيرجي لافروف في علاقة بحادثة الاعتراض هذه، وماذا يمكن أن نقرأ فيه إن كان الأمر كذلك؟ حتى الآن لم أرصد بشكل شخصي أي رد فعل أوروبي، لكن أعتقد سيكون هناك رد ورد في محله، لأن أوروبا لن تسمح بأي اعتراض لأي قوات تخصها سواء قوات جوية أو مهما كانت. أشكرك كل الشكر من بروكسل السيد يوسف عبد القادر الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية.